امريكا نفس الكلام، الخليج نفس الكلام، يبقى هنا بقى في الشرق المتوسط نفس الحكايه، على اساس يبقى ده له حق في التورته ويبقى العالميه، العالميه، ويبقى له وزن وله ثقل ان هو مؤثر على تحديد الاسعار والكميات اللي ممكن تنتج في الغاز. وده بمؤشر مستقبلي، ان احنا عندنا زي ما اتفقنا قبل كده مصر بس عندها 200 تريليون ادم احتياطي، اللي طلع منهم حقل زور 30، فيبقى في عندنا زي زور 6 برات. تمام. واسرائيل عندها، وقبرص عندها، ولبنان عندها، ولسه سوريا ممكن تبقى عندها وتخش، وفلسطين لسه قدامها بغزه تخش. فانت عندك كميات كبيره من الاحتياط، ان كلها الرياده بعد كده وتشتغل. هايل. فعشان كده احنا بنتكلم على منتدى غاز الشرق المتوسط انه يكون في مصر، ده ميزه لنا وفي نفس الوقت ميزه للاخرين، ان احنا ننشئ هذا المنتدى عندنا، لانه هيستفيد من امكانياتنا واحنا نستفيد احنا كمان من امكانياتهم، وده يخلي مصر لها ثقل اقتصادي كبير، وبالتالي له ثقل سياسي وامن استراتيجي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لما اكون عندي المنتدى ده وانا اللي بتحكم في كميه كبيره من الغاز اللي راح السوق الاوروبي، اوروبا كلها هتبقى، بس انا بموافقه الدول الاعضاء. ما هو انا يعني بقول انا المنتدى، انا المنتدى. تمام. انا المنتدى، مش انا كبلد بس. انا المنتدى ليا قوه، يبقى اللي هيحصل ايه؟ الاتحاد الاوروبي يدعم هذا المنتدى. ليه؟ لان هو محتاجه عشان يبقى بديل معاه احتياطي. يدعمه بمعنى ايه هنا يا دكتور؟ يدعمه يعني لو في اي مشكله سياسيه هيبقى معاه، لو في مشكله اقتصاديه هيبقى معاه. ما هو ده الدعم السياسي مرتبط باقتصاد. تمام. فانا لما ليا مصالح اقتصاديه معاك، وانت ليه مصالح اقتصاديه معايا، دي اللي بتحكم دلوقتي، هيديني بقى المصالح الاقتصاديه يعني اللي بتحكم العالم، هديلك بقى المغزى بتاعها ايه. تركيا النهارده ممكن تخش وتعمل مشكله مع قبرص. قبرص لما تبقى في المنتدى، ما هي بتنكش بالفعل. ما قبرص لما تبقى في المنتدى، منتدى دعمها محميه، والاتحاد الاوروبي دعمها. ليه؟ لان هي جزء من هذا المنتدى، وده مؤشر اقتصادي للاتحاد الاوروبي. فلازم يبقى لو في دعم سياسي فهم متحده في اي حاجه وقرار، يبقى دعم منهم. يبقى احنا بنتكلم ان احنا ابعاده مش بس اقتصاديه، سياسيه كمان. تمام. وامن استراتيجي، يعني لان لما مصالحهم تبقى مرتبطه بالاتحاد الاوروبي بدوله بالمنتدى. أيوة. لو حد فكر يعمل حاجه غلط مع دولت، هيقفوا جنبه عشان ما يتقطعش عنهم الامداد. يبقى وارد انه في دول اخرى تنضم. ايوه. للمنتدى. اي بلد سواء بقى يكون عضو عامل او مراقب، بمعنى يعني احنا مثلا في اوبك مراقب، ما احناش عضو عامل. لان احنا مش منتجين للبترول الكبير. تمام. ممكن يخش معانا برضو هنا اي بلد يكون يطبق عليها القانون بتاع المنظمه. ايوه. تلحق بيه، يا اما تلحق بيه مشترك عامل قانون المنتدى، يا اما تبقى موجوده كمراقب. كمراقب.